مكملين بباقي فقرات صباحنا. أكيد يا فرح، رح نروح للفقرة الصحية، واليوم رح نحكي عن مشاكل الإنجاب، وكثير من الأزواج بيعانوا من مشكلة تأخر الحمل، وعادة بيكون لها كثير من الأسباب، إما عمر الأزواج أحياناً، الحالة الصحية أو التاريخ المرضي لهدول الأزواج وغيرها من التفاصيل، وطبعاً بيختلف الأشخاص بتحديد الأسباب. خلينا نتعرف أكثر على الأسباب الصحية والطبية من دكتورتنا اللي معنا اليوم بالاستوديو، الدكتورة سوسن محفوظ الاختصاصية النسائية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم يمكن حطينا إيدنا شوي على الوتر، لأنه كثير عم نسمع في تأخر حمل تأخر حمل. طيب السؤال هو، أنت بيكون من نقول انه في تاخر حمل، شو هي المده اللي ممكن تعطيها الدكتوره للزوجين لحتى نقول هلا هن بوقت امن بس بعدين صار عندهم تاخر حمل؟ تمام، هذا سؤال كثير منيح، لانه دائما هلا صار نحن بنشوفها بالعيادات 3 اشهر 4 اشهر ما صار حمل بيكونوا بلشوا يراجعوا عيادات الاطباء النسائيه. صراحه هلا المفروض ننطر سنه على الزواج مع وجود الزوجين معا، يعني مو انه والله زواج ويسافر قعدوا شهر شهرين ويسافر، او انه كل ست اشهر بيجي شهر وبيقعدوا هذا الشهر وانه ما عم يصير حمل. لازم سنه كامله انها تمضى على الزوجين موجودين معا، بحيث انه لا يقل الجماع مرتين اسبوعيا لحتى نقول انه ما صار حمل. طبعا قديما كانت نحن نعطي مهله سنتين، بس هلا بسبب تاخر سن الزواج فنحن عم نقول بعد سنه لحتى نبلش نراجع طبيب العيادات مشان نعمل الفحوصات لحتى نبحث عن السبب انه ليش ما عم بيصير حمل. نعم. طيب دكتوره، خلينا نحكي شوي عن، يمكن قلنا بالمقدمه في كثير اشخاص ما بيكون عندهم الموانع اللي هي معروفه انه هي موانع للحمل، ولكن بيكون عندهم اسباب اخرى مثل صحتهم الجسديه غير جيده، وبنعرف التحضير للحمل مثل الحمل نفسه يعني. خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي بتؤدي عند الزوجين انه يصير طبعا حمل. صراحة أكثر 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 سبب هو الحالة النفسية للزوجين، يعني إنه هذا النقل اللي بيصير، نحن عم نحكي إنه بعد 3 أشهر عم يبلشوا يراجعوا عيادات النسائية إنه ليش ما صار حمل، فالحالة النفسية عند الزوجين هي اللي عم تلعب الدور الأكبر بموضوع تأخر الإنجاب. هلا نحن يعني الصحة عند المرأة هي عادة بتترافق إنه مع حالة نحن بنسميها مبيض متعدد الكيسات، هذا شوي بيبأخر من موضوع الحمل، فنحن بننصحهم إنه متابعة، إنه يحاولوا تخفيف الوزن ومتابعة نظام صحي معين، إنه هل إنه والله مثلا المدينة ما بيصير عندها حمل؟ لا أكيد بيصير عندها حمل، يعني هذا الصحة الجسدية ما لها علاقة. الوجبات الجاهزة والدهون هي بتأثر على حتى على الأخصاب عند الزوج أكثر من النساء. نحن بس إنه الحالة الصحية قلنا تترافق مع حالة المبيض متعدد الكيسات هي اللي بتأثر عندي على موضوع الإنجاب، وهذا إنه بحمية معينة ونحن بنعالج الحالة. طبعا بنعطي بهيدي الحالات أدوية لها علاقة بتخفيض نسبة السكر عند المرأة مشان نحسن من موضوع الإباضة بهدول النوعين من المبايض. بس انه الاغذيه كمان الغير صحيه، التدخين، الوقفه الطويله، هيدي بتاهب لدوالي عند الزوج، انه هدول كلهم ممكن ياخروا من موضوع الانجاب. اغذيتنا للاسف هلا كثير بيعتمدوا على الاغذيه الجاهزه وعلى التدخين والارجيله والهيدا، كثير بننصحهم انه نحاول نخفف من هدول الشغلات قبل ما ندخل ونخطط على موضوع الحمل، لانه هي لها كثير تاثير على موضوع الانجاب. هلا كمان للاسف بنسمع عن الاجهاضات المتكرره، حتى اوقات بتكون السيده انه ما عندها ولا طفل واجهاضات متكرره، شو السبب هم ممكن يكون؟ هلا في كثير اسباب للاجهاضات، في امر يعني في حالات نحن العمر عند الام خصوصا بعد ال40 انه هيدي بتزيد من حالاتك، دائما بتجي الام، نحن هلا عم نحكي انه صار سن الزواج متاخر، فاحيانا بتجينا الام وعندها قلق كثير انه والله انا صار حمل وما في نبض جنين، انه هيدي بنسميها بيضه رائقه. اكثر الاسباب اللي بتاديها هي الشذوذات الصبغيه. طبعا في اسباب مناعيه ممكن احيانا تتشكل خسارات، نحن بنقول لهم اياها بالعاميه انه خسارات ممكن تؤدي لموت الجنين، فهيدي اسباب مناعيه. اكثر الاسباب هي الصبغيه، يعني وهيدي بتصير اكثر شيء بالثلث الاول من الحمل، يعني اول 3 اشهر من الحمل. للاسف هلا الاسباب الصبغيه هيدي بدها دراسات معينه، لانه هي ما في لها علاج حتى عالميا، انه بتكون في شغلات معينه. مو معروف اسبابها دكتور؟ يعني انه احيانا بيكون في شغلات وراثيه، يعني انه اذا فيها مشاكل عائليه بالعائله، طبعا هيدي انه اكيد بتلعب دور بموضوع الاسقاطات، واحيانا لا بتكون شذوذ، يعني انه
يعني طفرة إنه نحن ما إنه والله كانت هيدا، بس هيدي ما بتتكرر، بس لما بيكون في عندي أسباب وراثية للأسف هي بتتكرر. الأسباب المناعية والأسباب الثانية طبعاً أكيد إلى 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 علاجات. أحياناً بيكون في عندي قصور بعمق الرحم، نحن بنقول شذوذات تشريحية بالرحم، أحياناً أورام ليفية طبعاً بنلجأ للجراحة لحتى نصحح هذا الموضوع. ف يعني كل الأسباب الثانية هي إلى أسباب جرثومية عفواً وفيروسية، كل الأسباب الثانية هي في إلى علاجات، إلا الأسباب الصبغية للأسف هيدا نرضى للأمر الواقع وما في ما فينا. طيب دكتورة خلينا نحكي، هل هي دائما بتكون يعني هي الغالبة ولا لا؟ يعني أوقات في دكاترة بيقولوا لك إنه مثل هاي الحالات تتكرر بالحمل الأول عند العديد من السيدات، ممكن الحمل الثاني ما يكون مثل الحمل الأول، لهيك ما بيعملوا فورا مثلا تحاليل معينة أو بيفوتوا حالة الأزواج بحالة من الرعب والقلق إنه بجوز نحن كل أولادنا يصير معنا هيك ما يزبط الحمل. فخلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع. تمام، هلا نحن حكينا إنه الأسباب الوراثية هي اللي بتلعب دور أكثر. بعدين نحن من إسقاط واحد أكيد ما رح نعمل فحوصات، نحن بننطر إنه لا سمح الله يصير إسقاطين بنفس الآلية، يعني إنه بنفس الطريقة يتكرر نفس السبب. تماما، إنه بنفس الطريقة بتطور سن الحمل، ما تطور سن الحمل، ما تشكلت مضغة، بناخذ بعين الاعتبار عمر الأم، السوابق العائلية عند الأم وعند العائلة عندها إذا في وراثة ولا لا، بعدين لحتى نفكر نحن نعمل التحاليل والفحوصات. هلا أنا زي ما عندي أسباب عائلية، ما في قرب بين الزوجين وكذا، بنستبعد كثير الأسباب الصبغية الوراثية. تماما، الصبغية هلا الصبغية هي ممكن تكون وراثية وممكن ما تكون وراثية، حكينا ممكن تكون طفرة، وبالتالي إنه هيدي بتكون عابرة. هلا لما بتكون وراثية للأسف يعني إنه نحن وقتها بنعمل دراسة وراثية، طبعا نحن ممكن انه مو انه ما رح يسلم عندها ولا جنين، بس ممكن مثلا من 10 اسقاطات يسلم عندها حمل. فنحن وقتها بنعمل دراسة وراثية للزوجين انه شو المرض اللي ممكن يكون، نحن بنعمل اكيد تحليل لمنتجات لمنتوج الحمل، وبنشوف شو المشكلة الصبغية اللي موجودة وهي وراثية ولا لا، وبنعمل دراسة وراثية متكاملة وبنحدد شو نسبة الاسقاطات، شو نسبة انجاب ولد سليم، ومنحط الاهل بالصوره. بس لما بتكون موضوع الاصابه الصبغيه هي طفره، يعني انه شغله عابره ما راح ممكن ما تتكرر مره ثانيه، فهدون انه يعني ما في ضروره للفحوصات ونخضعهم لفحوصات صبغيه. يعني نحن بنطمن الاهل انه هيدي شغله عابره، وانه طبعا اهم شيء بهذا الموضوع انه نحن من دائما بننبه الحامل انه لما بيخططوا الزوجين للحمل اهم شيء نعتمد فوليك اسيد، حمض الفوليك، انه لازم يتاخذ على الاقل 3 اشهر قبل ما يصير حمل حتى نحمي من هدول المشاكل، حتى من التشوهات خلال 3 اشهر الاولى من الحمل. العمر، يعني لما بيكون عندي العمر فوق الأربعين فوق 43، فهدان كمان بيزيد من احتمال التشوهات الصبغيه، فكمان بنأكد على اخذ الفوليك اسيد ممكن يحمي لي من هذا الموضوع. يعني بس الحالات الوراثية هي اللي بتصير بدها دراسة معينة لحتى نحن نعرف شو نسبة انه ممكن يجيني ولد سليم، اما ما تبقى الاصابات حتى الصبغية بتكون عابرة، فاللي ممكن يرجع يصير حمل بامان جدا. دكتورة كمان بنسمع انه بعض السيدات اخذوا حب موانع حمل تحديدا، خلينا نحدد، وتاخر الحمل عندهم حسب ارادتهم، بعدين حبوا يجيبوا الطفل وتاخر الحمل، هون إلى علاقة او لا؟ تمام، سؤال كثير فيهم كمان دكتورة. سؤال كثير مهم. الاول شيء حب مانع الحمل ما بيمنع الحمل، بس نحن هلا حكينا انه الحاله النفسيه اللي بتصير فيها الام هي اللي بتاخر موضوع الحمل. هلا اكثر شيء اوبر مانع الحمل ممكن يتاخر الحمل، نحن بننبهها اول ما بدها تاخذ اي حمل انه والله نحن بنأخر انه ممكن يتاخر الحمل 6 اشهر لسنه بعد ما بيخلص مفعول ابره المانع. طبعا لما بيجوا الزوجين اول الزواج طبعا في حب المانع هو الأأمن بالنسبه للزوجين اللي لسه ما في انجاب ابدا. نعم. لوالب اكيد لا، لانه هو بيأهب لانتانات ممكن ياثر على موضوع الحمل لبعدين، انه يؤدي لتاخر او والله صعوبه بالحمل بعدين. فبس حبوب مانع الحامل منع الحمل امنه عند الزوجين اللي ما انجبوا لسه. هلا بعد الانجاب الاول اكيد ما في مشكله لا على حب المانع ولا على اللولب ولا على ابر المانع، لانه هي ما بتاخر وبتكون نوعا ما الام مرتاحه نفسيا انه في بيبي وبالتالي انا ممكن يرجع يصير حمل. فبنرجع بناكد الحاله النفسيه هي اللي بتاثر بحب المانع. وسطيا 3 اشهر ممكن يتاخر المانع الحمل، وهو مو تاخر، لانه نحن هلا عم نحكي انه اصلا الزوجين بدون اي موانع احنا بنعطيهم مهله سنه لحتى تمام. يصير حمل. فآمنة حبوب المانع حتى عند البنوتات، نحن قبل الزواج ممكن نستخدم حب المانع بحالات معالجة المبيض متعدد الكيسات إذا في عندي عدد بالوجه ترافق مع هذا الموضوع، فهو آمن. نعم. ما في خوف منه. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، اليوم في كتير سيدات مثلا بيتعرضوا لبعض المشاكل النسائية ببداية الزواج، بياخذوا أدوية منها، بعض أحيانا بيطلع لهم كيسات بيكون علاجها حب مانع الحمل، بيصير حمل ممكن ما نجح، رجعوا أخذوا في أنواع أدوية بيسموها مؤهبة للإباضة مشان يشوفوا إباضة السيدة وما إلى ذلك.
في سيدات بيرتعبوا بيقولوا انا اخذت ادويه كثير بجوز هذا عم بياثر على الحمل عندي. خلينا نحكي عن هي عن هذا الشيء، وخصوصا انه في سيدات ما بتحسب اصلا ايمت الوقت جيد لابادتها، ايمت لازم يكون تخطيط للحمل مثل ما بيقولوا. تمام. هلا للاسف كمان يعني موضوع انه منشطات الاباضه صايره حتى الجيران بيوصفوها لجيرانهم، يعني انه هاد لا في هاد اقوى. صحيح. هو للاسف انه هو نحن لما بدنا نعطي منشطات الاباضه اكيد بده يكون في دراسه للمريضه، انه نحن نعرف شو وضعها وشو عمرها وشو شو وضع المبيض، شو مخزون الاباضه عندها، مشان يعني نحن في مخزون اباضه اذا 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 خسر بتنشيط الإباضة الشديد هيدا بتوصل لعمر 30 إنه وقفت عند الإباضة، وقفت عند الدورة. فطبعا أكيد لازم يكون تحت إشراف طبي، لأنه هذا الشيء كمان بيأهب لتشكل الكيسات. يعني أحيانا بتجي المريضة إنه فورا إنه أنا بدي توم، بدي ثلاثة، يعني إنه بدها توفر، إنه يلا خلاص إنه بجيبهم بطن واحد وخالصين. فتنشيط الإباضة الشديد ممكن يؤدي أول شيء لكيسات مبيض طبعا، وهيدي الكيسات وظيفية أوكي بتتراجع مع بالمعالجة، وخصوصا بحب المانع بنرجع بنأكد إنه ما في خوف لمعالجة الكيسات لأنه ما رح يأثر على هذا الموضوع. بس الأهم إنه في عندي حالة اسمها فرط استثارة مبيضية قد تحتاج إلى إقامة بالمشفى، يعني بصير في خطورة على حياة الأم، وخصوصا إذا حتى كمان ترافقت مع الحمل. يعني بصير عندي كيسات كتير على المبيض، في عندي اضطراب بالبروتين بالدم، في عندي حبم بالبطن، يعني في حالة بتأهب لخسار مجلطات. فيفضل عدم أخذ الهيدا بدون ما تكون المريضة مدروسة، والطبيب يقرر كل مريضة حسب وضعها شو بيعطيها وهي شو بحاجة. نعم. كمان بالفترة الأخيرة كنا عم نسمع عن شيء اسمه العقم الثانوي، يمكن السيدة بتجيب طفل أو طفلة ما عاد بيصير عندها إنجاب، شو حقيقة هذا الشيء دكتورة؟ وهل له علاج فعلا؟ تماما. هلا العقم البدئي تماما انه لما بيصير انه زواج وما صار في انجاب ابدا نحن بنسميه عقم بدئي. العقم الثانوي انه بعد انجاب طفل، احيانا طفلين احيانا ثلاثه. هلا اكثر الحالات اللي بتكون سبب لهذا الموضوع هي الانتانات اللي ممكن تؤدي لاذيه بالانبوبين ولا سكره الانابيب. طبعا الانتانات مو الالتهابات العاديه اللي نحن بنشوفها وكثير مراجعه بالعيادات، وانما في انتانات معينه انه هي بتسبب انه مثل كلاميديا ومشاكل ثانيه، انه يعني خلص الانابيب ما عاد شغاله. نحن المشكله انه مو دائما كمان بس والله عملنا صوره ظليله وكانت الانابيب نافده انه معناتها نحن انه اوكي ممكن يصير حمل. انا في عندي حركه اهداب بالانابيب، يعني اذا كان فيهم التهاب معين فممكن هيدي يعني حتى لو كانت نافده على الصوره الظليله فانه ممكن ما تكون شغاله. وقتها نحن ممكن نلجا لتنظير بطن ونقيم الوضع في انتان ولا لا. هلا اكثر العوامل المؤهبه لهذا الموضوع حكينا انه نحن اللولب، خصوصا اذا ما في اهتمام. في بعض المريضات بتحط اللولب وبتروح ما بقى بتابع الموضوع. هلا الاعمال الجراحيه على البطن كمان هي من العوامل اللي بتسبب انه والله عقم ثانوي. مثلا ممكن يكون ولاداتها قيصريات انه اكثر من قيصريه، انه وبالتالي بعد ما عاد صار انجاب، فانه هيدي الالتصاقات اللي بتصير بالبطن هي بتاهب. ممكن اعمل زايده مثلا، انه عمليه زايده تسبب عمليه كيسه مبيض. الالتصاقات والالتهابات هي اكثر الاسباب اللي بتترافق مع العقم الثانوي. ممكن العمر، يعني حكينا انه مثلا ممكن والله تنجب طفل بعمر ال 37 بعدين تجيكي بعمر ال 45 بدي طفل ثاني، اكيد يعني الوضع صار صعب، يعني ما انه الموضوع سهل. هدول اكثر الاسباب اللي بتؤدي لعقم ثانوي. طيب دكتوره خلينا نحكي شوي عن اليوم العلاجات، صارت يعني تطور هذا الموضوع كثير، دخل طفل الانبوب وغيرها من العمليات اللي هي صارت عم بتسهل وتساعد بعض الاشخاص اللي عندهم صعوبه بالحمل. ايمت بتفضلي الشخص او السيده تلجا لهذا النوع من العلاجات وتبتعد عن الحاله الطبيعيه يعني؟ تمام. هلا نحن قلنا اول شيء بنعطيهم مهله سنه للحاله الزوجين بالحاله الطبيعيه، بس لحتى نلجا لطفل الانبوب بصراحه لازم ننطر على الاقل 3 سنين. يعني انه 3 سنين من انه الاستقصاءات كلها اوكي، ما عندي اي اشكالات، ما عندي اي سبب واضح ادى لهذا العقم، فنحن بنقول لهم انه لازم نلجا للوسائل المساعده. طبعا حسب الوضع، يعني انا اذا عندي مثلا عقم ذكري وتعداد كثير قليل فهذه حكما لازم تلجا دغري لطفل الانبوب. اما ولا اذا مثلا ما عندي اسباب واضحه، يعني ممكن يكون شويه مشاكل بمخاط عنق الرحم عم تعيق حركه النطاف وكذا، فنحن ممكن نلجا لحقن. يعني هي بتضل انه اخف ردا على الزوجين من موضوع طفل الانبوب. فحسب تقييم وضع الزوجين بنقيم الوضع انه هي بحاجه هيك، بس انه 3 سنين 5 سنين ما صار حمل بعد ما اجرينا كل الاستقصاءات. يعني احيانا بيجوا الزوجين انه 5 سنين صوره ظليله معامله، يعني احنا ما بنعرف شو وضع الانابيب، اكيد ما حقلها روحي اعملي طفل انبوب. اذا الاستقصاءات كلها تمام وما عندي اي اشكالات واضحه، او من الاصل اصلا انا في عندي اشكاليه واضحه و
يعني مثل ما حكينا مثلا عقم ذكري انه والله التعداد 100,000، يعني هذا حتى بالعلاجات ما كثير بنتوقع انه والله ممكن يصير عندي تحسن، فسنه من العلاج ما عندي هذا التحسن بنقول لهم خلص يعني ما عندنا حل غير طفل الانبوب. فالاستقصاءات هي اللي بتحدد نحن، بس وسطيا على الاقل 3 سنين اذا ما عندي اشكالات لنقول لهم الجأوا للوسائل المساعده. اليوم بنصائح اخيره دكتوره، شو بتحبي توجهي يمكن للصبايا اللي مقبلين على الزواج او حتى السيدات اللي بيلجؤوا لموانع الحمل او اللي حابين يكون عندهم بيبي جديد؟ تمام، اول شيء انه طولوا بالكم، نحن بنعطي مهله سنه، ما اكيد ما في اشكالات، اكيد رح يصير حمل. يا بنوتي خدي حمض الفوليك، حتى لو انه 3 شهور وما صار حمل مو بنوقفه وبنضل عليه لانه هو اكيد ما رح يضر للحمايه من التشوهات، بنخفف من التدخين، بنخفف من الاغذيه السريعه، بننتبه لصحتنا انه ما يكون في عندي بدان كثير، و والله يوفقهم. حبوب مانع الحمل غي آمنة ما بتخوف، ما تخافوا منها، خصوصا إذا كانوا الزوجين ممكن يكونوا عم يدرسوا، يعني ما عندهم هلأ إمكانية أنه والله فورا يصير إنجاب لبيبي، فهي آمنة جدا للزواج للزوجين أول الزواج. و أكيد أهم النصائح. أكيد، شكرا كثير لك دكتورة كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها اليوم. أهلا وسهلا، شكرا لك دكتورة.